اهلا وسهلا في برنامج نحت وردم، برنامج اللي بيتكلم عن التجميل، تجميل حاجه تهم الستات والرجاله قبل الستات. رجعنا لكم بعد اجازه طويله، ودايما في الاجازات بيحصل ايه؟ بيكون في عزومات وفي خروجات، والستات بتبقى عايزه تبقى احلى واحده في القعده، عايزه تبقى قدام حماتها احلى واحده وقدام بنت خالتها احلى منها. فبيعملوا ايه؟ بيروحوا كلهم على طول على الدكاتره قبل العيد يعملوا فيلرز وبوتوكس وكل الحركات اللي انتوا عارفينها. طيب، عملت فيلر وما انبسطتش بعد الفيلر، ازمه كبيره وبتحصل كتير، مع ان حلها سهل على فكره، لو ماشيين صح حلها سهل. النهارده عندنا في الفقره بتاعتنا فقره تيك توك ترندز، اخترنا لكم التيك توكس اللي بتتكلم على موضوع تدويب الفيلر عشان نشوف مع بعض بيحصل ازاي والخطوات بتاعته ازاي. تابعونا في اول فيديو في فقره تيك توك. نتفرج مع بعض على اول فيديو في التيك توك اهي. هي الاستاذه هنا بتقول ان ده اول يوم في تدويب الفيلر، هي راحت خلاص حقنت، طبعا واضح ان كانت شفايفها مش عاجباها من كتر ما هي كبيره، فراحت اهي بتحقن. على فكره اكتر حاجه بتوجع في تاريخ التجميل هو تدويب الفيلر، ودي حاجه مهمه لازم نعرفها كلنا، بتوجع جدا جدا جدا. حاجه مهمه كمان لازم نعرفها، بصوا طبعا ورم مرعب، وهتجيب لنا دلوقتي الايام، لو تشوفوا ده اول يوم وبعد كده هتجيب تاني يوم، بيبتدي الورم يهدى. الفيلر بيبتدي التدويب بيحصل من اول لحظه، من اول ما الدكتور بيدخل الحقنه، من اول ثانيه بيبتدي الفيلر يدوب. حاجه مهمه جدا ولازم نعرفها وهفضل اقولها في كل فيديوهات التيك توك، بصوا بقى هنا بعد ما الفيلر ابتدى يدوب، ان تدويب الفيلر لازم يتعمل له تيست، لازم الدكتور بيعمل حاجه اسمها باتش تيست. قبل ما نشوف الفيديو الجاي هشرح لكم، بيعمل حاجه اسمها باتش تيست، او بيدي كميه صغيره جدا من الماده اللي بتدوب الفيلر بيحطها تحت الجلد وبيستنى، بيطلعك تاني في العياده من بره، بتقعدي تستني دورك على الاقل نص ساعه، ويشوف جسمك هيتفاعل هيحصل اي حاجه قبل ما يكمل لك التدويب. دي حاجه مهمه جدا 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 عشان نتجنب اي مشاكل، والدكتور بتاعك لو ما عملش كده تقفي تقولي له لا لازم تعملي تيست حساسيه من تدويب الفيلر. نكمل الفيديو اللي بعده. هنا بقى الفيلر مش دايما بيبقى في الشفايف اللي محتاج يدوب، لا دي عملت فيلر في دقنها، والحقيقه فيلر الدقن ده من الحاجات السخيفه، لانه لو ما اتعملش صح يعني لو تشوفوا هتلاقيه عامل نغز في دقنها ومطولها زياده عن اللزوم، والفكره ان الدكتور كمان حقن غلط، هو نزل تحت بعد عن الدقن ونزل تحت، فبرضه هنا بتبتدي تدوب. طبعا لازم بيعمل اختبار حساسيه، بس مش لازم يكون طالع لنا في الفيديو، وبيحدد المكان اللي هيحقن فيه. زي ما قلت تدويب الفيلر من يعني تعذيب حاجه، يعني نحاول ان احنا ما يحصلناش كده من كتر الالم اللي بيحصل. بصوا هو بيحقن هنا تحت الجلد، هيظهر لنا بعد شويه فيديو تاني هشرح لكم عليه. بصوا هنا هو بيحقن، اول ما الماده بتدخل بيبتدي الفيلر يدوب في ساعتها، ما ينفعش نرجع نحقن تاني قبل مرور على الاقل اسبوعين، لان الماده بتفضل جوه. فلو انت النهارده دوبتي الفيلر ورحتي بعد مثلا 3 ايام حقنتي تاني والفيلر خلاص الشكل اللي مش عاجبك ده راح، بس لو رحتي حقنتي تاني الماده بتبقى لسه موجوده جوه، فهتدوب لك الفيلر الجديد. لو تشوفي هنا اهو هتدوب لك الفيلر الجديد، فاحنا احسن نستنى اسبوعين عشان الماده خلاص الجسم يكون امتصها تماما، وتبتدي تحطي فيلر جديد ما يروحش. نشوف الفيديو اللي وراه. دي بقى بتدوب في الخدود، ودي اسخف حاجه، لان تدويب الفيلر في الخدود ساعات بيخلي الخدود تقع تحت شويه، لان الجسم خلاص بيكون اتعود على الشده والرفعه لفوق، فلما بنحقن بيحصل يعني ممكن يعني يا ريت ان احنا نتجنب شويه التدويب اللي في الخدود ده. طبعا مؤلم جدا، ديكوا شايفين ماسكه الستريس بول علشان مش بتستحمل المرعب يعني. نتفرج على الفيديو هنا. بعد ما دوبت ابتدت تمسك وشها وتشوف، لقيت ان الفيلر خلاص راح منه والوضع احسن. طبعا لو هتلاحظوا هتلاقوا ان سنها ميدل ايجد، يعني ما هياش في الفيفتي، ما هياش في الخمسينات. في الخمسينات صعب جدا تدويب الفيلر. طبعا معلوماتنا دي كلها للمره المليون، انا مش دكتوره، انا بجيب لكم المعلومات المتاحه للجميع، انا بس بوفر عليكي انك تدوري وتسالي، انما في الاخر انا مش دكتوره، انا بجيب اللي موجود اللي اي حد فيكم يقدر يدخل يعمل سيرش بنفسه، هيطلع له نفس الفيديوهات وهيطلع له نفس المعلومات. انا مش دكتوره. نشوف الفيديو اللي بعده. الفيديو ده بقى
بيوضح لنا ادي الفيلر هو حاططه لكم، وبعد كده بيحط عليه الماده اللي بتدوبه عشان يوري لكم بالظبط ايه اللي بيحصل في الوش. بصوا الماده لما اتحطت بيبتدي الفيلر يتكسر، هو مش بيدوب هو بيتكسر بيتفك منه. هو المفروض ان الفيلر بيبقى فيه لينكس او روابط، بتتفك الروابط دي خالص فيبتدي الفيلر يتحول لميه، يرجع الجسم يمتصها من غير مشاكل وما يبقاش ويفقد الفوليوم بتاعه. انتوا فاهمين ان الفيلر هو اساسه انه بيعمل نفخه وبيعمل حجم في الوش. طيب احنا لو دوبناه كده بالمنظر ده خلاص الفوليوم راح، هيبتدي الحاجه اللي مضايقاكي سواء في دقنك في بقك في تحت عينيكي يبتدي الفوليوم بيروح وهو بيتحول لميه تاني. لو تشوفي في الصوره في الفيديو خلاص راح بقى ميه، شايفين؟ بعد 20 minutes بعد 20 دقيقة الفيلر اختفى. بيفضلوا الدكاترة عندهم تحفظات وبيقول زي ما قلنا انه لازم نستنى على الأقل أسبوعين، لأن حتى لو الفيلر اختفى المادة موجودة، فلو حطينا فيلر جديد هيدوب تاني. ده كان آخر فيديو لفكرة تدويب الفيلر على تيك توك. أتمنى أن يكون وصلت لكم الفكرة، مهمة قوي أن احنا نستنى، مهمة قوي أن احنا نعمل اختبار حساسية. هندخل بقى على الفقرة اللي وراها. الفقرة اللي جاية دي زي ما أنا دايما بوعدكم بقول أن مش هيقعد على الكرسي ده أو يطلع معايا في البرنامج حد أخاف أن حد يروح له أو أبقى قلقانة منه. الحد اللي بيطلع في البرنامج ده يستحق الثقة. النهاردة هيكون معانا دكتورة منى موسى، تابعونا عشان تشوفوا تفاصيل هتهمكم قوي. رجعنا بعد الفاصل، بس قبل ما نكمل حلقتنا لازم ارجع افكركم ان احنا البرنامج ده عن التجميل بس مش لتشجيع التجميل. البرنامج ده لتشجيع ان لما نقرر نعمل تجميل يبقى عندنا ثقافه كافيه تخلينا ناخد اختيارات صح وتخلينا نبعد قوي عن المضاعفات وتخلينا فاهمين احنا بنعمل ايه. مش بنشجع عن التجميل، احنا بنقول لو قررتي تعملي تجميل فكري كويس، اختاري الدكتور الصح، اعرفي انت بتعملي ايه. بس عشان نكون واضحين النهارده بقى احنا زي ما وعدتكم دايما ودايما بقول ان في حلقاتي دي انا بديلكم وعد في البرنامج ده ان ما يطلعش معايا غير دكتور يستحق الثقه. الناس اللي متابعيني على الجروب بتاعي على الفيسبوك عارفين ان انا بحاول طول الوقت على قد ما اقدر ان انا لما اتكلم على دكتور يكون دكتور مش هخاف ولا ازعل لما يروح له حد ويرجع يقول لي منى انت ازاي اتكلمتي عن الدكتور ده. من اكبر النماذج للدكاتره اللي عندهم نسبه رضاء عاليه جدا من المرضى ونسبه ثقه عاليه جدا دكتوره منى موسى. حبيبتي يا منى شكرا جدا، والله بجد حاجه مشرفه وانت مشرفانا النهارده. حبيبتي انا اتشرفت بجد بدعوتك ليا، شكرا جدا. ربنا يخليكي. نشوف بقى على طول اول فيديو لدكتور منى موسى ونرجع نتقابل تاني. عارفين الحركه دي اكتر حركه بتعملوها في البيت وبتعملوها كمان عندي في العياده، تطلبوها مني كانها حاجه سهله كده. خليني اقول لكم احنا بنفكر في الحالات اللي زي دي ازاي. لو انت سنك صغير والتهدر اللي عندك بسيط خليكي احسن في الحاجات البسيطه اللي ما تغيرش شكلك، زي حقن السكين بوسترز والبروفايل والاجهزه اللي فيها راديو فريكوانسي. كل الحاجات دي هتعمل لك سكين تايتنس من غير ما تغير اي حاجه في شكلنا. لو انت وشك صغير ورفيع او التهدر اللي فيه برده متوسط وقتها ممكن نعمل حاجه اسمها فوليوم ليفت. الفوليوم ليفت بيعتمد في الاساس على حقن الفيلر، لما الخدود بتتمري او تتحدد بيبدا الوش يترفع وخدود الابتسامه والماريونيت لاينز كمان بتتحسن قوي معاه. انما لو التهدد كبير او احنا خسرنا وزن كبير ساعتها ما بيبقاش الفيلر كفايه، ساعتها بنلجا لايه؟ للتنشن ليفت. التنشن ليفت هو قايم في الاساس على حقن الخيوط، الخيوط بتعمل سبورت للسكن، كمان لو زودنا شويه فيلرز بتقدر تعوض الدهون اللي اتفقدت وبتعمل جلو حلو قوي في الجلد. ولو التهدد عندنا كان كبير وفي جلد كتير محتاج انه يتشد ساعتها ما عندناش اي حل غير التدخل الجراحي. دكتور منى كل حاجة فيها موضة وترندز صح؟ طبعا. كمان التجميل فيه موضات وترندز. كان الفترة اللي فاتت كل الناس شايفة ان الأشيك حاجة الخدود المرفوعة والشفايف المنفوخة والراشن ليبس والتكسس والدقن اللي مش عارف عاملة ازاي. مظبوط. انتوا بتروحوا مؤتمرات كتير وبتسافروا وبتتعلموا الجديد، مين اللي بيحدد الموضة دي؟ مين اللي بيقول ايه الموضة الجديدة وايه الموضة القديمة؟ السوشيال ميديا متحكمة بشكل كبير قوي في القصة دي كمان، وانتشار الترندات والمؤتمرات بتبني على السوشيال ميديا؟ لا احنا بنصحح على السوشيال ميديا بتبوظه. طب اتعلمتوا ايه بقى في اخر حاجه؟ ايه الشكل الموضه الجديده بقى؟ كل ده يا منى كل ده خلص.
فعلا كل ده خلص. والناس اللي نفخت خدودها دي كلها تعمل ايه؟ هنشيلهم ايه؟ الموضه الجديده الشكل الطبيعي، الجمال الطبيعي، الجمال المميز لكل حد. ما ينفعش نخلي حد تيبيكال زي التاني. تقعدي في مكان تلاقي كل البنات بقوا شبه بعض، نفس شكل الشفايف، نفس شكل الخدود، نفس شكل الدقن، كل ده خلاص خلص. طب بتعمليه كده ازاي؟ يعني لما تجيلك واحده بتقول لك انا عايزه الخدود المرفوعه قوي دي، هتقولي لها ايه؟ هتقنعيها ازاي؟ احنا لازم نقيم الحاله. لان الاساس في التجميل انك تعملي كوركشن، انك ازاي تظبطي بنقط معينه بسيطه جدا ان الوش يفضل محافظ على نفس ملامحه وما تتغيرش ابدا، وفي نفس الوقت عملتي تصحيح للمشاكل اللي مضايقاها. بس على فكره مش كل الدكاتره بتفكر كده، يعني في دكاتره كتير لسه ماشيه على الترند القديم. قريب هيبقوا مضطرين انهم يعملوا كده، لان خلاص ما عادش حد بيشوف ان ده شكله حلو. اه خلاص. انت كمان لما بتجيلك بيشنت انت بتقولي لها لا، لازم يعني نوعي الناس لدايما قوي، لازم نوعي الناس ونفهمهم ايه صح. لان خدي بالك مشكله الترند مش بس شكل غريب او حاجه منتقده، لا ده كمان في جانب اخر هم مش واخدين بالهم منه، اللي هو ايه؟ اللونج تيرم كومبليكيشنز. اللي هو زي ايه؟ اللونج تيرم كومبليكيشنز. احنا اي حد، الناس اللي حقنت كميات رهيبه جدا، لما تيجي تتابعيهم على المدى البعيد بدانا نشوف حالات اسمها الفيلر فاتيج، ان التيشوز الانسجه ما بقتش متقبله كميات الحقن الكتيره دي، فزي ما بيحصل لهم ساجنج او تهدل في الجلد بسبب الدهون مع الوقت الطويل، كمان البرودكتس نفسها بقت بيبقى شكلها وحش في الجلد بعد فتره طويله لو الحقن بتاعها مش مظبوط، ولو الكميات بتاعتها مش مظبوطه وبالظبط على قد الوش بتاعها انه يخلي شكله حلو. طيب لو جايلك واحده من الموضه القديمه واللي عامله الحاجات دي، هتعمل ايه؟ هتدوب بقى الفيلر ده؟ ممكن طبعا لو لقينا حاجه مش مناسبه ليها لازم نفكها. طيب وتدويب الفيلر ده يا دكتور، عشان احنا كنا في الحلقه دي بنتكلم في فقره معينه على فكره تدويب الفيلر عموما، اشرح لنا كده. حاجه سهله قوي ان واحده تجيلك تقول لك دوبيني؟ حاجه سهله قوي، نعمل لها باتش تيست بسيط جدا، بنشوف نتيجته بعدها بعدد ساعات بسيط، وبعدها بنقرر اننا نفك. مفيش اي حد مضطر انه يستنى فترات طويله. يعني انا اشوف بنات مثلا تقولي انا عامله الفيلر ده بقالي 5 سنين ومتضايقه. طب انت ليه قعدتي بيه 5 سنين؟ ده في حل؟ حد شجعك على حاجه ورحتي عملتيها وانت حسيتي انها مش لايقه عليكي او مضايقاكي؟ فكيها طبعا. ما تقعديش بيها، مش مضطر ابدا. لان الناس متخيله يا منى ان انا الفيلر هعمله كام شهر وهيروح. لا، الفيلرز دلوقتي كلها بالتقنيات الجديده هي مش بيرمننت فيلرز، لان كلها قايمه في الاساس على الهيلورونيك اسيد، ولكن هي بتوفر مده طويله جدا انها تفضل موجوده. فليه افضل قاعده الفتره دي كلها متضايقه؟ لو انت عملتي تحت عينيكي وحسيتي انه مكلكع، عملتي شفايفك وحسيتي انها كبيره، لا شيليها طبعا. طيب دكتور، انا من متابعاتي وقراءاتي شايفه ان في ابروتش جديد كده داخل في فكره الحقن، شايفه ان الدكاتره بتجيب فيلر تحقنه بسكين بوستر، او يعني انا شايفه ان الموضوع ما بقاش بس ان انا عندي دكتوره هو واقف وادي حقنه الفيلر وبنشتغل. هل يعني انت بتعملي موضوع الكومبينيشن ثيرابي ده يا دكتور؟ طبعا. ده طبعاً. ايه ده؟ بيتعمل ازاي ده؟ بصي يا منى، انت سالتيني عن الجديد. هو بقى ده الجديد فعلا. ايه بقى الكومبينيشن ثيرابي؟ اننا عايزين نقلل كميه الحقن جدا ونزود قوي اهتمامنا بالجلد. اهتمامنا بالجلد بيكون باستخدام حاجتين، كل السكين بوسترز والسكين بيلدرز والبايو ستيميوليشن. اشرحي لي بالعربي، انا هقول لك يعني كل ايه الكلام ده. السكين بوسترز هي المواد اللي هي زي الهيلورونيك اسيد اللي بنحقنها، والجروس فاكتورز والحاجات اللي بتساعد على ان الجلد يتغذى ويطلع الكولاجين الطبيعي بتاعه. تمام. والاجهزه اللي قايمه في الاساس على انها تعمل سكين تايتنس او شد بسيط في الجلد. فلما نستخدم الحاجتين دول نقدر وقتها فعلا لما نقول ان انا هنحط كميات فيلرز قليله تبقى مظبوطه في مكانها والاوفر اول لوك يبقى حلو. اه انت بقى دلوقتي ده عشان يساعدنا في فكره ان احنا ما نبقاش منفوخين. أيوة. يبقى في جوده جلد اكتر، يعني جوده الجلد اكتر من نفخه الوش. بالظبط. ده الاتجاه الجديد، لان مهما كان انت ليكي اخر. صحيح. انت ليكي اخر، ومفيش حد شكله حلو جلده وحش. صحيح. ما ينفعش. صحيح. لما الجلد بيبقى حلو ونضر وشكله جميل ومشدود، ده اللي بيعمل شكل حلو. دي حاجه مهمه قوي يا دكتور انك جبتي سيرتها، لان فعلا في ناس كتير قوي بتروح تهتم تلاقي وشها تعبان وبهتان، تروح طب انا هروح اعمل فيلر. يا جماعه الفيلر مش هيحل المشكله وهيغير شكل وشك، انما مش هيديك احساس بالنضاره بالشكل اللي انت بالك فيه. انت لازم تاخدي بالك من جلدك. جلدك بقى مش بتاخدي بالك منه بس بالاكل والشرب والكريمات، لا كمان الدكاتره دلوقتي عندهم حقنه بتحسن الملمس الجلد، بتحسن بتدي نضاره في الجلد. فالحقنه دي مع الفيلر الاثنين مع بعض يطلعوا النتيجه الطبيعيه اللي احنا اصلا بندور عليها. مظبوط. انا دلوقتي يا منى اي حد بشوفه لازم يبقى له كاستمايزد بلان خاصه بيه. يعني لو هي عندها مثلا بقع في جلدها، عندها سكورز مكان اكني قديم وحبوب قديمه، عندها بقع من الشمس، عندها اي مشاكل
تجاعيد كتير وفاين لاينز موجوده وباينه في وشها لما بتتكلم او تضحك. دي بتبقى جزء من البلان، انا ما ينفعش اعمل نفسي مش شايفاها. لازم يتحط لها خطه، الخطه دي تتضمن بقى استخدام اجهزه ليزر، اجهزه راديو فريكوانسي. مظبوط، لان هي مش قصه حقنتين وخلاص. دي مهمه برضو. ان يعني معلش هو الموضوع مكلف شويه، بس على الاقل لما بتدفعي فلوس بتاخدي نتيجه كويسه. ده استثمار دايما الناس. ده استثمار، استثمار صح، استثمار على المدى البعيد. صيانه لازم كل ست يبقى عندها ميزانيه للصيانه بتاعتها. مزبوط. فهو انت لازم تعملي لنفسك خطه طول السنه مثلا. يعني لو فرضنا ان انت عايزه تبقي جميله الجميلات، تعملي لنفسك خطه طول السنه. دي نحطها دلوقتي، يلا نحطها إيه مع بعض. انا دايما لما حد بيسالني حطي لي بلان نعمل ايه، انا بقول لها مثلا لو احنا هنستارت بحقنتين فيلرز عشان نظبط بيهم او نرفع بيهم مثلا للتشيكس، طب اعمل ايه تاني؟ اعمل حقنه سكين بوستر. طب السكين بوستر ده مختلف عن ان انا احط كريم ده مثلا؟ ده بيور هيلورونيك اسيد، انت كانك قعدتي 3 شهور مثلا بتحطي سيرم. اوكي، هو هيديك النتيجه دي من وان انجكشن. تمام. طبعا هي ما بتبقاش مره، يعني على حسب. انت قلتي لنا للحاله بروتوكول للسنه كلها. ابدأ اول ما تبدأي اول 3 شهور اعملي كل شهر حقنه واحده. تمام. ولو عرفتي تعملي معاها جلسه فراكشنال او ريديو فريكوانسي هتبقى هايله. حلو قوي. فراكشنال ده اللي هو ليزر، تقشير بالليزر. مظبوط. تمام. ودلوقتي على فكره انا برضو على الفراكشنال ليزر الناس بتخاف منه جدا، ولكن الاجهزه الحديثه دلوقتي بقت بتخلينا نتحكم في الداون تايم بتاعه. انا اقدر اقول لك هتعملي جلسه فراكشنال هتقشر بعد قد ايه، ما بقاش عنيف زي الاول، عشان الناس بكتير قوي بتخاف منه وبيدي نتائج هايله في نضاره الجلد. لو عرفنا اننا نعمل ده لمده 3 شهور الاولانيين هنبقى اختصرنا او حلينا 70% تقريبا من مشاكلنا. حلو قوي. نعمل ده بقى نكرره كل 3 شهور لمده سنه. الحالات اللي عملنا فيها كده يا منى لما اشوف صورهم من اول مره بعد ما عدى عليهم سنه، لا طبعا اتغيروا خالص. طبعا. ولسه شكلهم زي ما هو. طبعا. وفي الحاله دي مش هتستعمل فيلر كتير خالص. بالظبط اللي احنا عايزين نتجنبه. عندنا صور يا جماعه لحالات الدكتوره، كلميني كده على حاله زي دي عملت ايه. البنوته دي جميله قوي، كانت خست شويه وزن حلوين ورجعنا شكلها زي بالظبط قبل ما تخس. لان خدي بالك اكتر حاجه بتعمل ديبريشن واكتئاب لاي حد لاي بنت بتخس هي انها وانس انها نزلت شويه تبدا الناس تقول لها ايه ده شكلك تعبان انت مالك، لان طبعا الوش دهونه بتنزل مع الجسم، تبدا بقى الهالات تبان، تبدا الخدود تقع، تلاقي سمايل لاينز بدات تتكون، شكلها بقى تعبان ومرهق جدا. فاول ما بنبدا نشتغل على ده، وخصوصا كمان يا منى فكرتيني بالحالات اللي عاملين سليف او برياتريك سيرجري كلها بيقع خالص، بيقع بسرعه عنيفه. يعني انا كان عندي بنوته امبارح خسرت 30 كيلو في 3 شهور. بصي هنا كمان في البروفيل بالظبط احنا قدرنا نرفع وشها بحاجه بسيطه، احنا رجعنا وشها بالظبط لشكلها قبل ما تخس. هو ده نفس شكلها بالظبط بس احلى كمان. طبعا. لان المواد اللي ضفناها عملت نضاره في الجلد، احنا حاولنا نصورها في نفس الاضاءه وفي نفس الزوايا بالظبط، شكل جلدها اتحسن وشها نور كتير جدا. وبعدين يعني برضو النسب بتاعه الوش لما بتخسي بتتغيري، فمجرد ما بترجعي الفوليوم تاني النسب بتظبط تاني. مظبوط. اه وعلى فكره في صور تاني. الحالات دي يا منى لا يمكن حد ياخد باله ان هي حقنت. يعني انت لو شفتي صوره بيفور اند افتر هتقولي لها هي عملت ايه؟ احلوت بس. احلوت بس. وده دي الهدف. احسن حاجه احنا كلنا عايزين. انتوا بتحلوا ليه كده؟ احنا مولودين كده. مظبوط. وما رحناش لمونا موسى. شربنا ميه ونمنا كتير. شربنا ميه ونمنا كتير. عندنا صور تانيه يا جماعه صح؟ دي عملت ايه بقى يا دكتور؟ الحاله دي برده من الحالات اللي بحبها جدا، فكره الفيشال بالانس، اننا ازاي نعرف نقدر ملامح الوش وازاي نخليها هارمونايزد ولايقه على بعضها، متوازنه ومتناسبه مع بعضها. مظبوط. يعني الحاله دي لو شفنا السايد فيو بتاعها من الجنب، هنلاقي ارتجاع بسيط في الدقن، الخدود فيها فاضيه شويه، الشكل الحواجب والرينكلز اللي في الفورهيد، الشفايف طبعا شويه فيها شويه كسرات او شكلها ضل او تعبان شويه، وعندها الفك اللي تحت طالع لقدام شويه عن فوق كده. تمام. فوانس اننا بدانا نصلح الخدود شويه ونملاها، ظبطت جدا مع شكل الفك. وانس ان احنا حققنا الدقن بوتوكس وفيلر، يعني دقنها احنا عاملينها بوتوكس وفيلرز. ده حقنتي دقنها بوتوكس ليه يا دكتور؟ علشان شايفه التجاعيده او منظر البودورانج عامل زي البرتقانه. من هنا من تحت بنشوف بالظبط. لان عضله الدقن من العضلات القويه جدا اللي ممكن مع الوقت لما تفقد دهون العضله تجمد وتبدا تعمل سبازم، تلاقي دقنهم تقلصات متقلصات حتى بالذات مع الحركه ومع الكلام. احنا دلوقتي بقى حقن الدقن عند حالات كتير جدا بقى جزء من جلسه البوتوكس. مظبوط. عندنا صور ايه كمان؟ دي أمرة. الحاله دي بنوته طبعا صغيره جميله، دي كانت من المودلز بتاعت الحلقات اللي بشو اللي انا كنت عاملاها قبل كده.
محدش مصدق ان الفرق ما بين بيفور وافتر هي بس حقنه واحده في الشفايف. ازاي الشفايف خلت الشكل الساد بتاع الـ يعني بس الوش حقنتي الشفايف غير الشكل كده طبعا، بس لانه لايق على ملامح وشها، لان هي وشها مدور وخدودها كبيره، الشفايف الصغننه قوي دي معاها تبين ان شكلها تعبان. وانس ان الشفايف بقى شكلها حجمها مناسب لحجم وملامح وشها، ضبط كل حاجه فعلا. على بعض. دي حقيقه. دكتور ده ياخدنا وعايزين نكمل تاني الحته اللي اتكلمنا فيها على ان انت لما بيجي لك حاله بتعملي لها الاول تقييم، وبتحاولي تبعدي عن فكره النفخ والمنظر المصطنع، وبتقولتي لي ان انت بتعملي خلط ما بين نوعين، نوع فيلر ونوع سكين بوستر. الفيلر ده هو اللي بيسموه او الكومبينيشن ده، الفكره دي، هو ده اللي بيسموه حقنه الكالسيوم، ولا ده ايه، ولا ده حاجه ثانيه؟ لا، حقنه الكالسيوم مختلفه. حقنه الكالسيوم او الرادياس ده نوع معين من البايوستيموليتورز او محفزات الجلد، يعني مش فيلر. هو مش فيلر، هو ممكن نستخدمه كفيلر بس بطريقه ثانيه. ازاي؟ احنا هو لو استخدم بتركيزه اللي احنا بنفس حقنته بنستخدمه از فيلرز، بس وقتها ده بيكون محتاج دكتور شاطر جدا، لانه الفيلر الكالسيوم مش بيدوب زي الهيرونيك اسيد. فهو وانس انه اتحط هيفضل مكانه زي كانك رسمتي على العظمه. دي ازمه بالزبط. يا دكتور دي ازمه. هي مش ازمه خالص، بالعكس ده حللنا مشاكل كتير جدا. إزاي؟ لانه بيقدر يعمل ليفتنج ويقدر يعمل فوليوم من غير ما ينفخ الوش، من غير ما يقعد فتره اطول، وبيقعد بيعدي سنتين. فهو هايل، هو بس محتاج ايد واخد عليه ومتعود عليه، عارفه اشتغلت بيه كتير. مظبوط. طيب واللي فهمته ان الرادياس ده ممكن تستخدميه برده كحاجه للنضاره. احنا بنقدر بقى نخففه ونخلطه بحاجات تانية زي مثلا السكين بوستر زي ما قلنا، نقدر نخلطه بيه وبنقدر نحقنه تحت الجلد، فيبدا يبني تحت الجلد كولاجين جديد من نوع مميز جدا. النوع ده بيخلي الفاين لاينز ويخلي الجلد شكله احسن كتير جدا، بيصغر الجلد يجي 10 سنين مثلا. 10 سنين تخيلي. يعني انت قصدك ان الحقنه دي بتشتغل على الجلد وفي نفس الوقت بتشتغل من تحت من جوه انها تبني شكل جديد. بتعمل شكل للوش وفي نفس الوقت ناخد بالنا من الجلد من غير نفخ، وهي دي بقى النقطه. من غير نفخ. احنا حقناه في الوش كانت هيجو هايله، حقناه في الرقبه، والرقبه من الحاجات اللي صعبه جدا والناس دايما بتنساها. في الخطوط اللي بالعرض مثلا اكتر حاجه جابت نتيجه حلوه قوي في الخطوط اللي بالعرض. فعلا. حقناه في الايدين، ودايما الايدين بتبقى مشكله، لان انا من الناس اللي ايدها رفيعه واحب تفضل رفيعه وعايزه احقن فيها حاجه ما تخليهاش تخينه نضارة. وفي نفس الوقت تخلي شكل الجلد حلو. وقتها الفيلر الكالسيوم ده بيبقى احسن حل بالنسبه لنا. طيب يا دكتور، فكره النفخ برضو من ضمن المناظر اللي دايما بنشوفها ما بنبقاش مبسوطين منها. في ناس بتنفخ وشها قوي وعينيها بتقفل كده، قفله العين دي بيبقى سببها ايه يا دكتور؟ علشان من الاول ما كناش عاملين تقييم للحاله صح. اي حاله بحقنها في خدودها وانا شغاله بفضل اقولها اضحكي، اشوف الخدود رفعت لحد فين، وانس انها وصلت انها بدات تقفل العين سنة ستوب، حتى لو هي محتاجه اكتر من كده لازم تقولي لها. مش هينفع نحقن اكتر من كده. ما هو دي ميزه الدكتور برضو، ان انت تروحي لدكتور ذوقه شيك ودكتور مش يعني مش هيمشي ورا كلامك اللي انت ممكن تكون انت مش فاهمه ومش عارفه انت عايزه تعملي ايه. هو الدكتور اللي فاهم، هو شاف حالات تانية كتير وعارف ايه الحته اللي هتبتدي تبوظ منك واجي قبلها الحقك. هما يا منى بيكونوا عايزين تغيير، وهي بتبقى متخيله ان هي عايزه توصل لشكل معين في دماغها. هما لازم يتعودوا ويرضوا بالنتيجه. يعني لو قلت لها انت هتجيبي نتيجه حلوه قوي وشكلك حلو عند 50%، هي لازم توقف عند هنا. لما الدكتور يقول لك لا على حاجه، اعرفي ان هو ما قالكيش لا غير على حاجه فعلا. لو زادت عن كده هتخلي شكلنا هتزعلي مني. بالظبط. مش هتبقي مبسوطه. بالظبط. طيب ده ياخدني بقى لسؤال تاني مهم قوي. الناس اللي بتعمل تكميم وبتخس كتير قوي قوي، زي صوره من الصور اللي اتكلمتي عليها قلتي انها خست، بس ما كانتش خست الكميه اللي هو 30 و40 كيلو بتوع التكميم دول. الناس دي بتتعاملي معاهم زي التعامل العادي بتاعت اي حد خس، ولا ال 40 كيلو دول بيبقى لهم بروتوكول مخصوص؟ الوزن الكبير لما بيكون في وزن كبير فقط، ان الحالات اللي عامله سليف او اي برياتريك سيرجريز بتفقد دهون على تو ليفلز، المستوى اللي تحت الجلد، فده بيخليها بسرعه جدا وشها يبان شاحب ويظهر فيه تجاعيد في شهر، تلاقي وشها كله اتملى تجاعيد. والليفل العميق، وده بقى اللي بيخلي شكل ملامح الوش تتغير، يخلي الوش شكله يقع بسرعه والعينين تسقط، وتلاقي الوش الزوايا بتاعته البق الزوايا بتاعته وقعت، مناخير شكلها كبر، بيخلي شكل الوش مش زي قبل كده. الناس دي انا دايما بقول لاي حد عمل عمليه تكميم يبدا حتى من قبل العمليه في البلان، انا هبدا من قبل ما ابدا اعمل العمليه، ابدا اهتم زي ما اتفقنا الكلام اللي قلناه في الاول بصحه الجلد. طب وانس انا بدات خلاص بدات افقد وزن كبير، قصاد كل 5 كيلو حقنه فيلر،
كل 5 كيلو حقنة. ايوه عشان بيجوا الكلينيك يقول لك لا انت طالبه مني 4 حقنة فيلر ازاي؟ انا عايزه تعملي لي ظبطي لي وشي كله بحقنتين. بالظبط ده مش هينفع لان مهم قوي كل 5 كيلو قصادهم حقنة فيلر، يعني خست 30 كيلو قصادهم 6 حقن فيلر مثلا. ده متوسط. ده متوسط. فهي هتبدا انها وانس انها بتعوض الدهون اللي بتقع من وشها بتعوضها بفيلر، بتبدا الفيلر تمسك التندونز او بتمسك الروابط بتاعت عضلات الوش. لما بتحقن في اماكن معينه تفضل ماسكه الوش مكانه فالوش ما يقعش مع فقد الدهون. نرجع نقول تاني ان مش فكره فيلر في ايد واحد واحد بيحقن فيلر، فكره ان التقييم بتاع الدكتور هو علم يا منى، علم والله علم، علم وفي كلام كتير، علم وثقافه وذوق، لازم كله يبقى كله ماشي مع بعضه. جو انت قلتي كلمه مهمه يا دكتور. على فكره زي ما كل الناس فيها مستويات وفي كل في 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 حد شيك وبيحقن كده بالراحه ومن غير افواره، وفي حد مع احترامي ليه على فكره ومطلوب، يعني في مريضات برضو بتحب يبقى شكلها زياده. انت عارفه يا منى ان التوب انجكتورز على مستوى العالم احسن حد بيحقن بتحقن واللي بيحقنوا كل يوم كميات، يعني افريج الحاله واحده عندها بتحقن اقل حاجه 5 حقن مثلا، يعني هما ما عادش حد بيعمل كل التكنيكس دي، خلاص بطلوا الكلام ده. هي كلها ماشيه بفكره الكوركشن البيوتيفيكيشن، ان انا ازاي اخلي الوش شكله حلو من غير ما يبقى اوفر او يبقى ماشي بترند. لا هو جمالك انت وشكلك انت بس احلى، بس الاحلى نسخه احلى منك. بالظبط. نورتينا يا دكتور. أنا بجد مبسوطه قوي منى، شكرا جدا. وكميه معلومات هايله، وعايزه اقول ان الدكتور بتستجيب بسرعه جدا على اي سؤال بيتحط على الصفحه بتاعتها، فاحنا هننزل دلوقتي صفحه الدكتور، اي سؤال عندكم بتبعتوه هي بترد او الناس المساعدين بتوعها بيردوا، ويعني تاكدوا ان انتوا في ايدين امينه. ميرسي يا دكتور. شكرا يا منى، نورتينا. ميرسي يا حبيبتي، شكرا جدا ليك. خليكم معانا بقيه الفقرات. رجعنا بقى لفقرة مهمة جدا لأنها اسمها True Story. يعني إيه؟ يعني إحنا دايما لما بنكون عايزين نسأل على حاجة اسأل مجرب، يعني مش هروح أسأل الدكتور الوجع إزاي، ما الدكتور مش عارف، فإحنا بنروح نسأل الحالات اللي عملت الحاجة علشان تقول لنا بالظبط حست بإيه. فالنهاردة معانا حالة عملت جراحة شد بطن تامي تاك، من أشهر الجراحات ومن أكتر الجراحات اللي بتتعمل في مصر وبره مصر. معانا رانيا نبيل. ازيك يا رانيا؟ هاي منى، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبدئيا انت دكتوره صح؟ بيطري بس أوكي. برضو في الفيلد يعني. قولي لي يا رانيا، انت اللي فهمت انك عملتي عمليه شد بطن، امتى الوقت اللي في حياتك اللي جيتي قلتي قرار العمليه ده مش سهل، جيتي قلتي لا انا هدخل اعمل عمليه وهاخد بنج وهتعب بس انا مش قادره اكمل، امتى عملتي كده؟ بصي اتعرضت لموقف، انا دايما كان جسمي مش اوفر مش مليانه يعني، لكن كانت دايما شكل بطني عاليه او ازيد وما كانتش متناسقه مع حجم جسمي. انتي مخلفه رانيا؟ اتنين. فكنت جايه داخله مول مره، يعني اخر مره خلتني اخد القرار يعني، وبعدين بصيت لقيت السكيورتي بتقولي لا كانت بنت، حضرتك ما تعديش بس من الالارم علشان البيبي يعني. يا نهار ابيض، ما كنتش حاسه يعني قبلها انه الموضوع يعني للدرجه دي باين، او انه ممكن حد يفتكرني حامل. يعني هي تخيلت ان انت حامل من كتر ما بطني الكبير. ساعتها قلت هي لأ. هي انا ما يعني كنت عارفه ان انا ممكن تكون بطني عالية شوية، عالية عن 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 شكل جسمي انه رفيع، مش للدرجة بس دي. ما كنتش متخيلة ان حد ممكن يقول لي انه انت حامل فابعدي عن الجهاز. فالحقيقة انا فاكرة كان يوم جمعة، فانا يوميها دخلت المول ما اشتريتش اي حاجة وما كنتش فاكرة اي حاجة. نكدت عليكي طبعا، نكد السنين. رحت يعني لفة وتقريبا رجعة وقررت يوميها بالليل ان انا لازم بكرة الصبح اشوف دكتور علشان انا لازم اعمل تامي تاك. والله عندك حق، بجد عندك حق. يعني دي كانت البدايه. الولادات بتاعتك طبيعي ولا لا؟ قيصريه. كانت قيصريه. ولما رحتي للدكتور قال لك ان ده ممكن يكون سبب من الاسباب ان بيخلي البطن اعلى شويه ولا ملوش دعوه؟ الحقيقه انا ما يعني فكرتيش. ما سالتوش السؤال ده بالظبط، بس يعني من الخبره او كده، انا طبعا عملت اتنين سيزاريان سكشن وكنت عاملة او قيصرية، كنت عاملة عمليتين تانيين في البطن زايدة وحاجة تانية، فطبعا
كان في ترهلات. طب ما فكرتيش ليه رانيا لما البنت قالت لك الكلمه دي ان انت تروحي تعملي دايت ورياضه؟ ايه اللي يعني ليه قلتي اروح اعمل؟ ما كانش جسمي محتاج الدايت، انا كانت فعلا بطني هي اللي كانت محتاجه تبقى مش موجوده على الجسم ده. يعني ما كانش في تناسق. الفكره كمان ان الناس المريض الصالح لعمليه شد البطن هو المريض اللي جرب يعمل رياضه، مش بتكلم على كيس رانيا، بتكلم عموما اللي هي بتعمل رياضه وبتحاول تعمل دايت وبطنها بتفضل في نفس الحجم، لان دي بتبقى عضلات باظت فتحت من الحمل والولاده ودهون اتكونت وجلد زياده. طب لو انا عملت رياضه وعملت دايت الدهون هتروح، طب الجلد الزياده والعضلات هنعمل فيهم ايه؟ فهم دول الحالات اللي بيروحوا يعملوا شد بطن. طب احكي لي يا رانيا، انت خلاص قررتي وقلتي انا هروح لدكتور بكره اعمل العمليه، وزنك كان مناسب، ما كانش فيه مشكله، كانت المشكله في البطن بس. دخلتي عملتي العمليه، البنج كان كلي؟ اه طبعا كان كلي. انا هسالك الاسئله اللي بتيجي في دماغ الناس كلها، يعني احنا عندنا مجموعه من الاسئله هتقولي لي اه او لا حسيتي بيه. بنج كلي تمام؟ تمام. ما حاولتيش تقولي للدكتور انك عايزه بنج موضعي؟ لا. ما خفتيش؟ في العادي انا مش بحب البنج الكلي. لكن في عملية زي دي ما حاولتش. يعني ما حاولتش أفكر إن ممكن يكون في بديل عن البنج. عايزة تنامي خالص وما تحسيش بحاجة. بس هي العملية دي بتتعمل ببنج موضعي عادي جدا، بنج نصفي، والمريضة بتبقى صحية طول العملية. ده بس عشان لو الناس ما تخافش يعني. إنما هي رانيا هي اللي اختارت إنها عايزة تعملها ببنج كلي. طيب يا رانيا، دخلتي وعملتي العملية وطلعتي من العملية حطيتي إيدك على بطنك ما لقيتيش حاجة، الكرش الجميل ده اختفى. هو طبعا ما وقتها من الألم ما بتبقيش بتفكري كده، لان الواحد كان طالع يعني تعبان. عملتي شد بطن بس ولا عملتي معاها حاجه لا ثانيه؟ لا الحقيقه الدكتور وقتها يعني ما كنتش واخد، قال لي ان هو يعني هيعمل لي نحت. طبعا لا خرجت تعبانه جدا. ندمتي يا رانيا؟ لا انا ما ندمتش، بس الحقيقه الالم عشان اكون واضحه صعب قوي. يعني قوي يا رانيا بالنسبة لي. أنا من الناس اللي يعني كانت عندي هيستوري مش في عمليات تجميل، يعني في عمليات تانية، أنا عملت عمليات تانية عادية. يعني لا دي أصعب عملية أنا عملتها. يعني أصعب من وجع القيصرية؟ لا بكتير. فعلا؟ لا بكتير، يمكن عشان كنت عاملة التامي تاك مع النحت. طبعا كان عموماً عموماً شفط الدهون أو الليبوسكشن اللي بيحصل في النحت برضه بيبقى فيه آلام. الشفط يعني وجعه يمكن أعلى بكتير كمان من وجع الجرح. لكن الدرانق وال 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 عارفة شدة البطن المرعبة دي طبعا. المرعبة دي مع طبعا إن في جراحة برا وجراحات في زي ما قلتي في العضلات طبعًا من جوه وكده. لا الألم كان الحقيقة. طيب قدرتي ترجعي لحياتك إمتى؟ يعني دي عملية كبيرة مش صغيرة. بصي أنا عايزة أقولك إن أنا قعدت 3 أسابيع بنام على الكرسي اللي هو الليزي بوي او ريكلاينر، لانه ما كنتش ينفع انام على، اولا ما ينفعش انام على طبعا تماما على بطني ولا على جنابي، وفي نفس الوقت ظهري ما تقدريش تفرجيه للاخر. ولما كانوا بيحطوني في السرير يعني بحاول ان انا اطلع السرير كنت بتزحلق يعني، فلازم تزنديني زي البيبي لان انا مش قادره اتحرك. الالم طب احنا مش عايزين نخوف الناس على فكره. هي رانيا قالت واعترفت ان هي نسبه تحملها للالم يعني مش كبيره، هي ما بتتحملش الالم. العمليه متعبه جدا، انا شخصيا عملتها بس من فتره طويله، وفي مصريين كتير جدا عملوها. هي متعبه، هي عمليه متعبه، بس رانيا ممكن تكون يعني انا برضو لا بشجع ولا انا بقلل ولا بخفف من الموضوع، لكن كل واحد له قدره تحمل الالم. شد البطن ومعاها نحت عمليه متعبه مش عمليه سهله. 3 أسابيع بتقولي؟ 3 أسابيع نايمة على الريكلاينر، وبدأت يعني عشان برضه أكون واضحة، هو بعد ما بتشيلي أول الدرانق أنت بتحسي أنك بتتنفسي. يعني بتحسي أن أنت يعني هي مراحل. أول أسبوع أول يومين غير أيوة يعني صح. في دايماً خطة للألم. وبعدين هو دايماً المريض عموماً أنا شايفة أنه أول ما بيعمل العملية كل يوم بيعدي عليه بيبقى احسن من اليوم اللي قبل. طب احكي لي على اليوم اللي خدتي فيه دش بعد 7 أيام من العمليه. الحقيقه ده كان اصعب يوم. عشان ده بنش مارك لكل العمليات. كل الستات لما بتعمل نحت او شفط بتقعد اسبوع ما بتاخدش شاور، وبعد اسبوع وما بتقلعش الكرسي خالص. بعد اسبوع بيكون اول مره تقلع الكرسي وتاخد الشاور والدكتور يبص عليها وبعدين ترجع تلبسه وتكمل. احكي لي حصل لك ايه. الحقيقه الدكتور وانا ماشيه من المستشفى قال لي احنا مش هناخد دش خالص او مش هناخد شاور لمده اسبوع، وانا مستنيكي تكلميني وتقولي لي عملتي ايه
بعد اول شاور. طبعا انا ما كنت، هو ما قاليش اكتر من كده يعني، ما قاليش هو ايه اللي هيحصل يعني بعد اول شاور. طبعا دي كانت اول مره انا هقلع فيها الكرسي. الحقيقه كانت معايا مامتي ودخلت علشان اخد شاور. جالي طبعا دوخه رهيبه اول لما فكيتي الكرسي. لا الدوره الدمويه. يعني لحد يعني الحمام كان في الاوضه لحد ما دخلت الاوضه وحسيت ان انا يعني دختي بروح خالص ودخت. ومامتي طبعا اتخضت قوي طبعا وبدات يعني تستعين بناس او تكلم حد لان انا فعلا كانت حاجه صعبه مرعبه مرعبه جدا. الكلام ده احنا بنقوله مش عشان نخوف تاني ولا عشان نشجع، احنا بس بنعمل education، بننشر الوعي. يعني واحده ناويه تعمل تامي تك، ناويه تعمل شد بطن، ادي كيس وادي اللي حصل لها بالظبط، الحلو والوحش. بعد اسبوع لما جت تقلع الكرسي، على فكره ما بيحصلش مع كل الناس، هو ممكن يحصل دوخه خفيفه، لما فكره ان انت تدوخي وتقعي خالص دي مش بتحصل مع كل الناس. بتعرفي ان بعد اول اسبوع بيحصل كذا الالم. خلينا بقى نتكلم على الالم يا رانيا. اول اسبوع كان صعب قوي، ابتدى الالم يبتدي الكيرف بتاعه يهدى شويه. هو اول ما يعني اول ما شلت الدرنقه الدرنقه دي بتبقى زي تيوب داخله في الجسم وفي اخرها شفاط، حاجه بتشفط بتفضل طول الوقت تتاكد ان كل السوائل الطبيعيه اللي بتطلع من الجسم بعد الجراحه بتتشفط على طول وتطلع عشان ما تتعباش جوه الجسم. فبيبقى ساعات داخل درنقتين وساعات داخل واحده. كملي يا رنا. بعد ما شلتهم الحقيقه حسيت ان النفس احسن، استريحتي. عارفه اتكلم، صوتي طالع احسن. بعد كده دي كانت يعني دي خلاص مرحله. المرحله الثانيه ان انا الـ الالم يعني ابتديتي تقدري تتعاملي مع شويه. لكن فضل الموضوع اللي هو انك مش قادره تنامي براحتك. طبعا مش عارفه تتحركي لوحدك، محتاجه دايما حد معك. حتى بعد اول شاور محتاجه حد يساعدك طبعًا. انك تاخدي شاور تاني او لانك كمان بتفضلي مده تقلعي الكرسي وتغسلي وتلبسي تاني. طيب رانيا، دايما الاسئله بتيجي من الناس على الجروب، مش عارفه اذا كان الناس كلها عارفه انا عندي جروب على الفيسبوك اسمه اسك مونا، بنتكلم فيه على عمليات التجميل. دايما الناس بتسال امتى نتيجه العمليه بتبان، يعني امتى؟ لان في الاول طبعا الست بتبقى ورمه قوي وبتندم وبتقول يعني في مراحل كده. اول مرحله انا ايه اللي عملته في نفسي ده، وانا ايه اللي وداني للدكتور، وبعد كده مرحله ايه ده انا شكلي مش بطال، وبعد كده مرحله واو، او مرحله يا نهار ابيض انا عملت كده ليه. المرحله اللي حسيتي ان انت جسمك ظبط فيها وشفتي النتيجه كان بعد قد ايه؟ انا عايزه اقول لك انه بصراحه معايا يعني في الشهر الاولاني بعد ما بدات اتحرك احسن يعني بعد شهر تقريبا. لا انا كنت مبسوطه. يمكن لان جسمي اوريدي يعني ما كانش مليان، مشكله كبيره. فعلى طول كان كل اللي بيشوفني، وطبعا الفتره بتاعه العمليه ما كنتش بقدر اكل كويس طبعا، فخسيت برضو. فيعني كان وزني وقتها 62 يمكن. فطبعا في الاول حصل ان في ميه ورجلي كانت ورمه زي ما انت بتقولي، لكن لما بديت امشي واتحرك في الشهر الاولاني في اخره تحسي على طول. بديت احس لا انه في فرق. طيب اتعاملتي ازاي مع الجرح يا رانيا؟ الناس كلها بتقلق. جرح التامي تاك يا جماعه بيبقى من عظمه الفخذ لعظمه الفخذ، وفي ناس الجرح بتاعهم بيكمل كمان ورا. اتعاملتي ازاي مع الجرح؟ لان الجرح ده برضو مش الطف حاجه. بصي هو طبعا بيبقى في الداري شويه بتاع البيكيني، لكن في دكتور كان كاتب لي على كريمات وحاجات طبعا استخدمتها، بس انا مش من الناس يعني مش الملتزمه والملتزمه على موضوع الكريمات ده بالذات. ف يعني في سكار موجوده، في جرح واضح يعني موجوده. بس الحقيقه يعني النتيجه اللي انت بتبقي عايزه توصلي لها لما بتكون حاجه مضايقاكي زي موضوع البطن وبتبقى باينه وبيبقى في فرق كبير بينها وبين شكل جسمك وحجمك، مش يعني لو هتوزنيها بالنسبه لي يعني ساعات بيضايقني انه يعني في عندك جرح، لانه زي ما انت قلتي من العظمه للعظمه. بس يعني لو حد محتاجها فعلا مش هو ده اللي هيوقفها. هي في الاخر دايما بنقول هو انت بتوزني، هل هتقبلي شكل بطنك كبير او جسمك كبير او صدرك كبير، ولا تستحملي شكل جرح؟ في الاخر اختاري يا الجرح بالزبط. يا الشكل اللي مضايق. طيب سؤال مهم قوي يا رانيا، دايما يعني العمليات كلها فيها خطوره، فيها نسبه خطوره كبيره، ومش اي حد يعني. في ناس بتعيش حياتها سنين متضايقه من حاجه وبتخاف من البنج والعمليات والدكتور. لو بنتك جت في يوم من الايام قالت لك انا عايزه اعمل نفس العمليه او عمليه تانية فيها نفس الخطوره، هتقولي لها ايه؟
بصي لو بنتي جت قالت لي انا عايزه اعمل اي عمليه عشان دي بتقولي لي بنتي هخاف، لكن انا كرانيا مع نفسي الحقيقه ما بخافش، مع اني انا بخاف من البنج الكلي وبخاف لان اي عمليه ليها مضاعفات حتى لو لوز يعني. لكن زي ما انت بتقولي انت بتلاقي نفسك في وقت معين وفي حاله معينه ما انتش راضيه، يعني الوضع اللي انت فيه انت مش راضيه عنه. في ناس بتفضل تتعايش مع عدم الرضا لخوفها، هنا بتقيسي بقى ايه اكتر. انا بالنسبه لي لا، انا عدم الرضا دايما بيبقى عندي بعليه عن الخوف. الخوف اكيد موجود، لكن لو هتقولي لي على حد يهمني او كده يعني لو بنتي او كده هبقى خايفه، لكن في الاخر هيرجع هي راضيه ولا لا، هي مبسوطه ولا لا. طيب عملتي العمليه وعد عليها وقت، اقدر اقول النهارده ان انت راضيه بنسبه كام على نتيجه العمليه اللي عملتيها؟ بصرف النظر من غير ما نجيب اسم الدكتور او الموضوع مش قصدنا خالص نتكلم عن الدكتور، انت كرانيا والعمليه اللي اتعملت لك راضيه عنها بنسبه كام في الميه؟ الحقيقه راضيه عنها بنسبه كبيره جدا، يعني ممكن تقولي 70%، لان كمان من حظي ان الدكتور كان الحقيقه يعني كنت بقدر يعني اوصل له بسرعه، وده مهم طبعا. يعني بعد اول شاور لما حصل كده وتخضينا ودخت وكده فيعني مهم. راضيه بنسبه كبيره، راضيه بنسبه كبيره، راضيه بنسبه كبيره، حتى انك لما دلوقتي حتى بتخسي او بتحاولي تعملي دايت لوقت معين اول حاجه بتنزل وبتبان انها نزلت على طول. رانيا نورتينا، واحنا نتمنى دايما يكون معانا حالات ترو ستوريز. يا ريت يا جماعه لو حد عايز يطلع يحكي معانا على تجربه كويسه او وحشه، لان التجارب دي بتفيد الناس جدا جدا جدا. ابعتولي على الجروب بتاع اسك منى او ابعتولي على الفيسبوك، يا ريت يا ريت يطلع معانا ناس تحكي لنا حصل ايه معاهم. نورتينا يا رانيا. ميرسي يا منى. ميرسي جدا، ونشوفكم بعد الفاصل. رجعنا تاني ومعانا النهارده فقره مهمه جدا وبتهم ناس كتير قوي. كل الناس في مصر بيهمها التاتو والحواجب المايكرو بليدنج، ودي حاجه خلاص عرفناها وقتلت بحثا. دلوقتي الجديد ان في تاتو طبي وعلاجي، هنعرف تفاصيله، بس الاول عايزه اكلمكم عن ضيفتنا النهارده. ضيفتنا النهارده اول واحده في مصر خدت يعني زي ترخيص من اكبر الاماكن اللي بيعلموا التاتو، اول واحده في مصر 2016 هي كانت اول واحده، هي تقريبا اشهر واحده في مصر، موجوده في الشيخ زايد وموجوده في التجمع، علمت ناس كتير قوي وعلمت على ناس كتير قوي. ومنى عبدين من الناس المتميزه جدا في المجال ده. منى اهلا بيكي معانا النهارده. اهلا يا منى. ازيك منى؟ انت خريجه الجامعه الامريكيه قسم صحافه واعلام، سبتي الكلام ده وقررتي ان انت تروحي تدرسي وتتعلمي التاتو الطبي. ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ انا بعد ما اتعلمت المايكرو بليدنج كنت مهتمه جدا بموضوع الميديكال كيسز، كان بيجي لي كانسر سيرفايفرز كتير وناس بتعاني من تساقط الشعر بعد السرطان وبعد الثعلبه. اكتر حاجه لقيت ان هي بتفرق في شكل البني ادم الحواجب والرموش. فده كان يعني تعاطفتي معاهم فحسيتي ان انت عايزه تساعديهم بطريقه معينه، ولقيت ان انا قادره ادي حاجه سبيشال في النقطه دي. طيب ازاي بقى؟ يعني ربنا يحفظ الجميع ويدينا الصحه كلنا. الناس اللي بيبقى عندهم صلع وراسي او ثعلبه، ده معناها ان الشعر في الراس بيقع والحواجب كمان والرموش، صح؟ بيقولك بقى بيصلحوا ايه بالظبط؟ بتقدري تساعديهم ازاي؟ احنا اوقات كتير بيبقى ما عندناش شعر خالص في المنطقه بتاعه الحواجب والرموش. بنقدر ان احنا نرسم حواجب جديده تليق مع الملامح مع العظم والفيتشرز بتاعه الوش، وبنلاقي نتيجه كويسه جدا وبتبقى شكلها طبيعي اكن ما فقدناش حاجه. طيب عندنا صور يا جماعه نشوف الموضوع ده، مهم قوي ان احنا نفهم. دي حالة عندها صلع وراسي، ده راجل؟ راجل. عملتي بقى ايه يا منى؟ هو اول ما جه وراني صورة حواجبه قبل ما تقع، وكان بيقولي الموضوع ده مأثر على حياته بشكل كبير جدا طبعا. واحنا اتفقنا على الرسمة مع بعض، وهو
يعني زي ما انت شايفه كده عريضه رجالي. يعني لا تحفه، برافو عليكي يا منى. طيب بيحصل كمان للناس اللي عندهم الوبيشيا، طب بالنسبه لرموشهم بتساعديهم ان انتوا بتعملوا بقى الرموش العاديه اللي بتتركب صح؟ لا الرموش ما تنفعش على رموش مش موجوده، يعني احنا في تقنيه بديله اللي هي اللاش لاينر. ده بيبقى خط رفيع جدا جوه منبت الرموش، بيدي الاحساس ان الرموش او الحته دي اتكحلت. نشوف صوره كده يا جماعه. بيبقى خط اي لاينر كده فوق العين بالظبط، يداري كاموفلاج فكره ان مفيش رموش بالظبط. تمام، بيفرق تمام. جدا في نظره العين وفي الملامح. بيعمل توازن في الشكل العام. طبعا طبعا، انا كنت فاكره ان ده ميك اب، يعني بتعملي لي الميك اب. هو يعني هو ميك اب واحنا بنستخدمه بنوظفه بالطريقه دي. طيب المايكرو بيجمنتيشن او ده حاجه تانية غير الباراميديكال تاتو اللي هو ده؟ هو كلمه مايكرو بيجمنتيشن هي اي صبغه بنحطها تحت الجلد. تمام، فكل التاتوز دي انواع من المايكرو بيجمنتيشن، سواء تجميل سواء حاجه طبيه، في الاخر مايكرو بيجمنتيشن بالظبط. طب تمام، في كمان فهمت ان الناس اللي بيبقى عندهم كانسر الستات وبيعملوا استئصال لصدرهم، ربنا يحفظ الجميع، الشكل بيبقى فيه اثار للجروح للخياطه، وطبعا الاستراكشر نفسه بتاع الصدر كله بيتغير. فاللي فهمته ان انت بتقدري تغمقي مناطق وتفتحي مناطق بحيث الشكل يبقى طبيعي. ده يا منى اصلا علشان تقنعي الست انها تعمل كده بيبقى البروسيس دي بتعدي ازاي؟ يعني تقنعيها ان الشكل هيبقى طبيعي ازاي؟ اول حاجه طبعا هو الموضوع ده فيه نقص توعيه جامد جدا، يعني للاسف ستات كتير مروا بالرحله بتاعه العلاج ما يعرفوش ان في حل ان الشكل يبقى طبيعي، ان الشكل يبقى طبيعي. فابتدت مؤخرا اخر سنه يجي لي كيسز كتير، يا اما مثلا اتعالجت وعندها حته معينه من الهاله محتاجه تتعالج، او اوقات بيبقى ما عندناش خالص، بيبقى اكنه جلد طبيعي. فاللي بيحصل ان احنا بنعملها بتقنيه 3D، بتبقى مجسمه، بنقدر ان احنا نقلد الشكل الطبيعي بالالوان، لو في الناحيه الثانيه موجوده بنحاول نماتش الالوان مع بعض، والنتيجه بتبقى مرضيه جدا. انت مش فاهمه الموضوع ده بيفرق ازاي نفسيا مع الستات. طبعا حاجه صغيره قوي بس في الاخر بتعمل اضافه في معنوياتهم جدا. بس ممكن تعملي الموضوع ده على صدر مثلا فيه سيليكون او كده، ولا لازم يكون صدر كله نسيج؟ لا طبعا اي حاجه، يعني مشكلة. طول ما الجلد طبقه الجلد اللي انا هشتغل عليها سليمه. حتى الندبات بنقدر ان احنا نشتغل عليها، بس بنبقى شارحين انه اللون مش هيلقط زي جلد طبيعي. طيب وبنعالج ايه تاني بالمايكرو بيجمنتيشن ده يا منى؟ بنقدر ان احنا لو نعالج، عندنا فيديو يا جماعه ننزله نتكلم عليه. كانت منى جايبه لنا فيديو حلو قوي. ايوه ده ستريتش ماركس ده ولا ده ايه؟ لا دي عمليه تامي توك شد البط، عامله سكار، فبنقدر ان احنا نعمل نداري الندبه دي او نعملها كاموفلاجنج ان احنا نقرب لون الندبه للون الجلد. بس منى انا سمعت ان الكاموفلاج ده بعد شويه، يعني في ناس بتحذر منه لان بتقول ان هو بيأكسدايز او بيتأكسد مع العوامل المناخيه، يعني مع الجو وكده، او ناس راحت البحر او مش عارف ايه، ولونها بيتغير، يعني ما بيبقاش مداري على الجرح حلو. صح مظبوط؟ مظبوط. ايه الحلاوه دي؟ الكاموفلاج احنا ما بناخدش القرار ده بطريقه متهوره، يعني احنا لازم الكيس قبل ما ناخد القرار ده بنحاول ان احنا نوصل الجلد والندبه لاحسن حاله الاول، وده بيبقى اخر قرار بناخده. لو ما فيش اي حلول طبيه مثلا زي الليزر والمايكرو نيدلينج وكده، لما بنوصل لاخر المطاف لا بنقول اوكي هنعمل كاموفلاج. فقصدك انها بتقبل بان النتيجه ما تبقاش تحفه، احسن ما فيش نتيجه خالص. بالظبط، بس انت بتشرحي لها من الاول. طبعا كلمة كاموفلاج هي ان احنا نغلوش على الشكل، مش ان احنا نداريه 100%. فالاكسبكتيشنز برضو لازم تكون واقعية. بالنسبة لموضوع ان هو اللون بيأكسد وان هو بيتغير مع الوقت وكده، ده طبيعي زي اي لون تاتو في الحياة. بنبقى واخدين بالنا ان احنا ما بنتعرضش لشمس مباشرة على مكان الندبة، بنحافظ ان احنا نحط سان بلوك كويس، وبيبقى فيه ريتاتشنج كل فترة. طيب انا شفتك كمان على صفحتك، يا ريت يا جماعه ننزل صفحه منى، منزله الناس اللي عندهم الهير لاين راجع لورا بتعملي لهم هير لاين بالمايكرو بيجمنتيشن. طب ما هو ده ما بيبانش يا منى، ما هيبان في النور. هو بيتعمل بشروط،
برضو احنا زي ما اتفقنا ان التاتوز احنا ما بناخدش القرارات دي سريعه يعني احنا لازم نبقى دارسين الموقف كويس. اكتر حاجه بتبقى شكلها طبيعي ان احنا ندخل النقط دي جوه الشعر يعني على الاقل يبقى فيه بيبي هير مداري. طبعا لو عملنا في حته فاضيه خالص بتبقى باينه. انا معجبه بحاجه يا منى، معجبه ان انت بتقولي انك بتوضحي للناس ان النتائج مش هتطلع 100% طبيعيه، لا احنا بنرضى بالموجود احسن ما فيش. دي حاجه مهمه ده لازم وده اللي مخليكي متميزه يا منى. ثانك يو. دي حقيقه ان انت بتوضحي، وبعدين ده بيشيل من على دماغك كمان الصداع بتاع المشاكل، ترجع بعد كده تقول لك انت ما طلعش زي ما انا فاكره، بتوضحي من الاول. طبعا احنا كلنا بنتمنى ان هو يبقى سحر يعني اي حاجه نعملها تبقى بتعالج 100%، بس وللاسف بيبقى فيه يعني شويه حاجات. طيب في حاجه بقى تانية مهمه جدا انا عايزاكي تحذرينا منها، لان الناس انا بشوف على الجروب عندنا، يعني مش عارفه اذا كانت الناس عارفه انا عندي جروب على الفيسبوك اسمه اسك منى، بنتكلم على عمليات التجميل وعلى كل الاجراءات التجميليه. بيجي لنا اسئله تقريبا كل يوم، ناس عندها غامق تحت عينيها، هالات سودا، فناس بتنصحها بتقول لها طب تعالي نروح نعمل لك كونسيلر دائم او يعني لون بيج كده تحت عينيكي دائم يشيلهم خالص وهتبقي مبسوطه وسعيده جدا. رايك ايه يا منى؟ دي اوحش حاجه. طب ما هو ده مايكرو بيجمنتيشن برده، اشمعنى ده وحش؟ لا اولا تحت العين جلد رقيق جدا، ونسبه ان هو اللون يغير ويأكسد فيها ويبقى عامل زي الكتل كده عاليه جدا، ف يعني ما انصحش ابدا ان هو يتعمل. طب فرضنا ان واحده عملته ووشها يعني، وفي ناس تانية بتعمل برضو حاجه اللي هو توريد للخدود، يروحوا برضو يعملوا تاتو في خدودهم لونه احمر عشان تفضل خدودهم حمراء. في الحالتين انت طبعا شايفه ان التاتو الخدود ده اخباره ايه؟ هي دي احنا لما بنيجي نفكر في حاجه بنفكر مستقبلها هيبقى عامل ازاي. يعني انصح كل حد ان هو لما ياخد قرار يفكر مش في النهارده، يفكر كمان سنتين ثلاثه الشكل هيبقى عامل ازاي. بالنسبه للبلاشر ده هيبقى عباره عن بقعه حمراء مع الوقت، والكونسيلر اكيد هيبقى شكل وحش جدا وممكن يبقى مخدر. ازاله الحاجات دي صعبه جدا. بس انت بتشيلي الايلاينر تاتو عادي وبتشيلي تاتو الحواجب عادي، اشمعنى ده صعب بقى؟ لان احنا بنتعامل في جلد رقيق قوي يعني تحت العين ده يعني منطقه حساسه جدا. ما انصحش يعني ان احنا نعمل حاجه زي دي وبعدين كمان نعملها ازاله، هتبوظ الجلد خالص اساسا. يعني هو في الاول وفي الاخر يعني الهالات السوداء لها علاج، نروح لدكتور نحاول نعالجها. الخدود البيل او الوش الاصفر له علاج، مش حله ابدا ان احنا نروح نعمل تاتو. وبعدين فكره التاتو، المشكله ان التاتو ده يعني انا شخصيا عانيت من تاتو 10 سنين، 10 سنين عندي تاتو تحت عيني مش عارفه اخلص منه، خلاص هو بيتحط ما بيطلعش، وعشان تشيله قصه سخيفه ومزعج ومش اسهل حاجه. فيعني ما نعملوش بقى في خدنا وتحت عينينا، يعني على الاقل نعمله في حته ممكن نشيلها يبقى سهل. منى انت يعني من الناس اللي احنا فخورين بيهم بجد، لان انا بعرف الشخص الناجح من اللي مش ناجح بنسبة الرضا عنه مفهومة. لما تكون نسبة الرضا عن شغل حد فوق 80% دي نسبة يعني أنا بالنسبة لي هايلة، ودي النسبة اللي شفتها عند منى عبدين. يعني كل الناس أول رد أول سؤال لما نروح نشيل تاتو فين بتاع عينينا عند منى عبدين، نروح نشيل نعمل مايكرو بليدنج. مهم قوي بقى كمان إحنا نتكلم عن أنت قد إيه متميزة بمايكرو بليدنج، إحنا بس عشان البرنامج شوية طبي وتجميل فنسيناها، بس معروف قوي انت بالحواجب. خلينا بقى اسالك سؤال على الحواجب اللي بيجنن كل الناس، ليه اللون بيقلب جراي فجاه؟ طيب ببساطه البيجمنت بتاعه المايكرو بليدنج عاده بتبقى اورجانيك. الاورجانيك بيجمنت يعني ايه اورجانيك يا منى؟ طبيعيه، يعني طبيعيه من مواد طبيعيه. تمام. البيجمنت الاورجانيك بيبقى الاساس بتاعها اللون الاسود، ومخلوط عليه الوان. يعني احنا مثلا let's say ان احنا بنختار اللون الميديوم براون، اللون الميديوم براون ده عباره عن خليط الوان بدرجات معينه، كل ما غمقنا اللون كل ما البيز اللي هو الاسود زاد. طيب الاسود هيتحط تحت الجلد، طبقه الجلد الرقيقه دي بياخد لون الجلد وهو جرايش. اوكي، فكل ما السكين تون اغمق يعني لون البشره اغمق، كل ما نسبه ان هو يبقى جراي اكتر. طب حله ايه؟ حله واحنا بنشتغل ممكن نخلط الوان نزود فيها التون اللي هو الوارم،
بس هي يعني مش قادرين نأفويد القصة دي أو للأسف يعني هي احنا بنستخدم أحسن خامات في العالم، بس هو مع ذلك ان في نسبة من الناس ممكن تحس ان اللون لما بيخف القوة بتاعته لما بتقل، أضعف لون اللي هو مثلا الأصفر والأحمر دول لما بيقلوا الجراي بيبان أكتر. طيب تمام، احنا عندنا صور بقى عايزين نشوفها. المنى مش كده يا شباب؟ دي حد عنده ايه؟ منى اشرحي لنا كده. ده برضو راجل عنده كانسر وفقد الحواجب خالص. ده كانسر بقى مش ألوبيشيا. ده ايه منى؟ دي عندها ايه؟ دي كيس ألوبيشيا يعني صلع وراسي مش كده؟ بس النتيجه هايله، بس حرام ده الحواجب بتقع تماما، ده مش فاضل ولا شعره. طب انت بتعرفي الشكل ازاي؟ بترسميه على اساس ايه؟ لا بنرسمه على حسب الملامح والعظم بتاع الوش. تمام. الشغل ده ممتع جدا بالنسبه لي على فكره، ان هو ان احنا نبتدي فروم سكراتش. ده حلو قوي. طب ايه صور تاني؟ الرموش كمان على فكره انت عملت لها برضو؟ هي الكيس دي، بس انا بلفت نظرك ان هو قد ايه الرموش بتبقى برضو مش موجوده. طبعا. دي ايه بقى؟ اوكي، ده دي واحده بنت كانت حصل لها حادثه، بدون الدخول في تفاصيل الحادثه يعني. هي حادثه قاسيه جدا واتعمل لها يعني ترقيع للجلد وكده، وزراعه شعر يعني زراعه حواجب للحواجب. وهي لما جت زي ما انت شايفه كده نتيجه تحفه هايله، فرقت جدا طبعًا. جدا معاها يعني. طبعا طبعا. ده برضو نفس قصة ولا ايه؟ ده حرق، بس ده حرق. راجل برضو حصل له حالة حرق. ودي دي إيه بيوتي بقى يعني، دي بقى حواجب عادية تجميل، واحدة حواجبها خفيفة قوي بالظبط. اوكي نفس القصة. طب قوليلي يا منى، بيجيلك رجالة؟ دي اخر صورة معانا برضو حواجب تحفة. بيجيلك رجالة تعمل مايكرو بليدنج يا منى؟ اخر سؤال. لا يعني الموضوع ده الحقيقة مش منتشر قوي يعني، ممكن طب يعني واحد عنده يعني غرزة جرح بيحصل بس قليل يعني فور بيوتي بيربسز. لا مش كتير، مش كتير. بس لو اتعمل بيبان ولا بتبقى زي الستات كده بتمشي الدنيا؟ لا لا لا، بنقدر ان احنا نعمل نتيجه كويسه. اوكي منى، انت نورتيني وانا فخوره بيكي جدا جدا وانا مبسوطه بشغلك، وما بشوفه بعرفه، بعرف دي حواجب منى عابدين على طول. منى انت نورتيني النهارده وانا فخوره بيكي، وبعرف شغلك من غير ما الناس تتكلم، بشوف بعرف على طول ان ده شغلك. ثانك يو، ميرسي قوي. ميرسي يا منى. دي كانت اخر فقره في حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات جديده من نحت ورد. We'll be right back.